الأمل والحلم وهي أمانينا، كل شيء فيها غير شوفوا بعينينا. حالنا بين القبول وردها إلا الصلاة، إلا الصلاة على الحبيب محمد. أكثر من عام اللي مبادرة تحفيز وتشجيع أبناء وبنات الوطن لعمل التجاري والحرفي والمهني. البداية بسطة ما يسمع أقول الله يقويك، الله يقويك ويبارك. من بسطة عائلتنا أحلى أكل وأجود أكل، تذكرنا بأكل البيت، يعني أكل بيتي ريحته وجماله. أكل البيت سدات البيت، إن شاء الله ما يبقى مطعم في وطننا إلا كله أبناء وبنات الوطن. ما عاد نبغى أحد، نبغى إحنا بناكل من ناكل من أيدينا قرفنا. أنا مجد رسم نفسه وعز ما غربت شمسه، أنا مجد رسم نفسه وعز ما غربت شمسه. وكل أبناء وبنات الوطن باحتراف وتعليم عالي وبجودة وإتقان، هم أبناء الوطن وبنات الوطن، والقادم أجمل وحيكونوا قدوة يحتذى بها ليتم تحقيق الرؤية 2030 وتحقيق التوطين في البداية. هذه البداية ولازم ندعمهم إعلاميا وجميع وسائل التواصل. الدولة ما قصرت، تحاول منذ عقود منذ سنوات لتوطين بعض المهن، الآن بدأوا ينطلقوا وهذه الخطوة الثانية، وإن شاء الله خطوة ثالثة أكبر وأكبر فروع لهم على مستوى جدة وعلى مستوى الوطن، ليتم نقدر ناكل حاجة مضبوطة ونقدر نشوف حاجة مو شغل يعني ما يناسب ذوقنا العام،
سواء في الاحتفالات في التقديم في التجهيز في بناتنا وشبابنا وهذا أقدر على تنفيذ ما يلائم بيئتنا ما يلائم طبيعتنا ما يلائم كل حياتنا ويعيدوا صياغة نحن. الجوهرة بنبسط عائلتنا للجوهرة. رمضان خلص العام الماضي بسطة شوية طورة جينا هنا ألو الجوهرة من المحمدية للحمدانية إيش الهرجة؟ أعطينا دكتور الهرجة. بس أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أخوكم الدكتور مايد علي قناش استشاري علم النفس السلوكي. اجتمعنا صراحة كانت فكرة بدون أي تخطيط قعدنا أنا ورامي نفكر بحكم أنه عندنا استراحات هذه بنأجرها للعملاء. العملاء هذا يبغوا يسووا حفلات يسووا الأشياء هذا. ففكرنا في فكرة أن إحنا نفتح محل حفلات ونجهز الحفلات من الألف إلى الياء بما فيها المكان بما فيها أدوات الاحتفالات دانس فلور صوتيات ضوئيات هدايا. بعدين جتنا فكرة أخرى عن الورود وكان صاحب الفكرة هو أخوي رامي في الورود الطبيعية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رامي قاسم. كل عام وانتم بخير. أخوي رامي إيش تخصصك أنت؟ أنا إدارة تسويق. إدارة تسويق من جامعة؟ من جامعة الملك عبد العزيز. فكرة تناول رامي قاسم بسط عائلتنا. هو القائد. نعم. بس نقول الحمد لله على كل شيء الأمور طيبة. فتحنا المحل وفي تنسيق زهور حفلات إضاءات جهات إيفنتات مسارح كل ما يتعلق بالحفلات والمناسبات إن شاء الله. يعني أي شخص عنده احتفال عيد ميلاد جواز ملكة غمرة نجاح يجي. نحن على أتم الاستعداد. وطبعا زي ما قال لكم كنا ببسط عيلتنا وتطورنا لكن ما نسينا بسط عيلتنا. خلينا كمان دخلنا في محل الجوهرة أيضا دخلنا الشيف شدة معانا لعمل البوفيهات للزواجات والحفلات. شيف شدة لو سمحتي. شيف شدة أهلين. بسط عيلتنا. كل عام وانتم بخير. ما في بسطة عيلتنا. بس موجودة ما في فيها جوهرة. ايه الجوهرة. الجوهرة لها عدة لها عدة أوجه وعدة زوايا. كل زاوية لها تخصص. أعطيني إيش تخصصك أنت؟ أول شيء إيش دراستك؟ أنا دراستي علم نفس هواية الطبخ. طب إيش حيكون؟ استثمرتها في مشروع بسطة عائلتنا. إيش حيكون هنا دورك هنا دورك أنت؟ دوري أنا هنا تنظيم البوفيهات طاولات الاستقبال المباشرات الأشياء كلها تبع المناسبات أنا اللي أنظمها. سادة شدة الحين دخلة عملية أكبر. طبعاً. اللي هي احتفال يعني ممكن زواج بوفيه مفتوح قصر أفراح. طبعاً. يعني شغلت. لا أنا الحمد لله من أول عندي الموضوع هذا تعتيمة. بوفيهات بعمل يعني مو شيء جديد علي فان شاء الله دحين حنتوسع اكثر ان شاء الله اكثر واكثر ان شاء الله حيكون في فروع في جده وان شاء الله برا جده باذن الله. دعواتكم لنا انه يحالفنا التوفيق باذن الله. طبعا توريني المسؤول عن العروض ولا استاذ عرفينا بنفسك عرفينا بنفسك وش دورك هنا في طبعا انا نوره ناصر منسقه عروض وقاعه افراح. ايش مؤهلك؟ دراسي ثانوية عامة. طبعا تخصص في مجال الديكور والشغلات اللي زي كده. من متى؟ تقريبا لي 6 سنوات في المجال هذا الحمد لله. سويت برضو اللي هو حقت رجال الأعمال منطقة رجال الأعمال. بعد 6 سنوات طبعا بعد خبرة طويلة وكده فكرت إن شاء الله بنبدأ في مشاريع جاية. طبعا الدكتور حيكون فتحة خير علينا كلنا إن شاء الله وهذا أول الطريق إن شاء الله. يعني انضميت للمجموعة إن شاء الله بإذن الله أنا معاهم. دورك إيش هو؟ دوري اللي هو التنسيق الورود والفوش وهذا مسؤول على اللي هي قاعات المؤتمرات والشغلات هذه. طبعا في لي شريك ثاني اللي هو الأخ موسى اللي أبو ناصر حيكون برضو مشاركني نفس النشاط الورود والشغلات هذه وكنت مشاهد منسق شاطر جدا وانا ان شاء الله بإذن الله حاسوي جهدي وزياده ان شاء الله. طبعا استاذه نور يعني انت من 6 سنوات يعني هذه الشغله الحين عندك ولا شيء خلاص خبره.
ان شاء الله. الله يوفقكم. مدينة كل شيء فيها غير، شوفوا بعينينا جد الامل والحلم وهي امانينا، كل شيء فيها غير، شوفوا بعينينا في بحرها الاحمر رسيت مراسينا، في بحرها الاحمر رسيت مراسينا، دايم هوى الكورنيش والجوهره كذا والجوهره